إلى أصل الحكاية وإلى مبتدأ الخبر، يسعدني أن أرحب عبر الخط الهاتفي بضيفتنا. تنضم إلينا الآن الصحفية صفاء الحسنات، تحدثنا عبر الخط الهاتفي مباشرة من وسط قطاع غزة. أهلا بك عزيزتي صفاء، حياك الله. يا هلا فيك وفي كل مستمعينا في دنيا الوطن، وأهلا بكل الشعب الفلسطيني وأخص أيضا شعب غزة. الرحمة للشهداء، الشفاء للمرضى، وربنا إن شاء الله نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء قادم بالفرج على قطاع غزة وأهالي قطاع غزة. نأمل نتمنى، اللهم أمين. أستاذي صفاء، أنا يعني أعرف بأن مجريات الأمور في قطاع غزة صعبة وثقيلة، والأهالي في قطاع غزة يواجهون كوارث إنسانية كبيرة جدا، على رأسها كارثة النزوح. لأن النزوح يعني بالكلمة هي كلمة، ولكن تحت تفاصيل هذه الكلمة معاناة كبيرة يضطر الأهالي يعني لمعاينتها ولمعايشتها بشكل يومي، تحديدا بعد أوامر الاحتلال الإسرائيلي لتقريبا 1,300,000 مواطن كانوا يتواجدون في رفح بالإخلاء وبالتوجه إلى المواصي غربا وإلى مناطق وسط قطاع غزة. وأعرف بأنك ككثيرين اضطررت للنزوح قسرا من رفح إلى منطقة أخرى، وأترك لك المجال أستاذي صفاء لتحدثينا ولتصفي لنا كيف يواجه الأهالي في قطاع غزة كارثة إنسانية عميقة ككارثة النزوح. يعطيك العافية حبيبتي، وأولا زي ما قلتي وتفضلتي في بداية حديثك أن كلمة النزوح قسرا ليست مجرد كلمة، بل كل حرف فيها عبارة عن معاناة يعيشها الشعب الفلسطيني وخصوصا النساء. لماذا أخص النساء؟ لأنه النساء في عملية النزوح تكابدوا أعمال تفوق قدرتهم الجسدية والنفسية في فترة النزوح وفي مراكز الإيواء وفي كل مكان. النزوح أولا أن تخرج من منزلك خسرا، هذا بحد ذاته كأنك تسحب الروح من الجسد. أنت متعلق بالبيت أو المكان، ليس تعلقك فيه مادي أنه بكرة ينبنى ويتعوض، أنت تعلقك فيه روحي، ذكرياتك، حياتك، أغراض. أنت لما تيجي تطلع من البيت، اللي ما جرب هذا الشعور تبدأ تطلع في البيت، أنا شو بدي أخذ؟ بدك تأخذ بيتك كله في حقيبة وتشرد ذكرياتك ولا صورك ولا حياتك ولا أغراضك ولا لبسك ولا خصوصياتك. أنت بتوقف حائر وبالأخير بتطلع بلبسك اللي عليك. يعني في النهاية ما بتأخذ ولا أي شيء معك. فأنا جربت طبعا النزوح، هناك من جرب النزوح لمرة وهناك من جربه مرات عديدة، وأنا كنت من ضمن هؤلاء الناس اللي جربوه لمرات عديدة. وفي كل مرة نفقد شيء من داخلنا، من مشاعرنا، من المرة الأولى صح تكون أصعب مرة، أنك بيتك، منزلك، تترك فيه حياتك، فيه ذكرياتك، وخصوصا أنه أنا كان زوجي توفى حديثا يعني. فكنت متعلقة بالبيت لأنه في روحه في البيت، فذكرياته، كرسي، كنبته، لبسه. فتخيلي أنه سرقوا منا حتى الذكرى، حتى المكان اللي أنت تحاولي أن يعني تجمعي فيه ألمك وتحسي متنفس لك، أخذوه منك. طلعنا بلبسنا اللي علينا من تل الهواء، وبعدين تعدد النزوح لرفح، للمغازي، لمنطقة من رفح وينقصف البيت وتطلع لمنطقة ثانية. وخصوصا أن أنا يعني زوجي مش معي، فأنا كنت ولية أمر أطفالي ومعي بنتي المتزوجة. فأنا قضيت يوم بالشارع، نمت أنا وياهم لما ضربوا قصفوا بيت جنبنا برفح، اضطريت أني أقعد بالشارع لحد ما يطلع النهار عشان أقدر أمزح أشوف أنا وين بدي أروح. وين بدك تروح؟ أصعب سؤال كل غزاوي سأله لنفسه في النزوح، وكل غزاوي عاش في نفس المتاهة، كل غزاوي عاش في نفس الألم، مرارة الألم، وين بدنا نروح؟ وين الأماكن؟ أماكن النزوح اللي كانت موجودة هي المدارس، مؤسسات الأنوروا، المواصي طبعا غرب البحر، وهي هذه أماكن كلها أصبحت مكتظة
بالسكان، يعني المساحات كلها اكتظت والخيم قلت وأصبح الناس كلهم فوق بعض فوق بعض، يعني حياة جحيم إنك تعيش هذه الحياة، لا يعني بصراحة حياة جحيم أو موت في الحياة. إحنا بيقول إنه أنا كتير كتير يعني بحب دائما أركز على العنصر النسائي في عملية النزوح. بحب أقول إنه المرأة الفلسطينية جبارة بكل المقاييس جبارة، وفعلا في كيفية التعاطي والتكيف. طبعا إحنا لا لما بنقول تكيف ما معنى إنه ذلك إنها عايشة عيشت وتكيفت عليها، لا، بس إنها قادرة على الأقل في المحطة هذه تتخطى الصعاب اللي موجودة عشان الصراع، وعاشت صراع من أجل البقاء ومش من أجلها بس، من أجل أطفالها، من أجل زوجها، من أجل أن تعيش، أن توفر لقمة العيش. النساء تقوم بأعمال شاقة لا تتناسب مع طبيعتهم الجسدية، زي تقطيع الخشب، طهي الطعام والجلوس أمام النيران لساعات طويلة، تعاني من ضغوط نفسية بسبب عدم الخصوصية. لا يمكن أن يكون مكان فيه سكنة جماعية، سواء في المدارس أو حتى كنت نازحة عند أسرة في منزل بل في خيم أو عند نازحة، أنك تحصلي على خصوصية. النساء تعرضت لعنف نفسي وعنف جسدي يعني كارثة. الحرب كانت كارثة بالنسبة للمرأة. أول بدأت بتركهم لمنازلهم ومرورا بفقد مقومات الحياة من كهرباء ومن مكان آمن، من خصوصية، من كل شيء، من كل شيء. لما تجلس أنا كنت أروح حتى أماكن النزوح قبل أن أنزح النزوح الأخير، يعني أنا تعودت على النزوح قبل أن أنزح النزوح الأخير إلى منطقتي في منطقة النصيرة. رحت على مراكز النزوح، أشعر أن المرأة أصبحت طاحونة من الصباح لتقطيع الخشب، لتعباية المية، للجلوس للخبيز على الحطب ساعات أمام النيران وأمام الدخنة، هذا كله بسبب أمراض نفسية. للعنف النفسي أصلاً اللي هي عايشة فيه نتيجة عدم الخصوصية. الخيمة بنام فيها كم نفر؟ هذا في حال إذا كان في خيمة. لاحظي، هناك خيم وهناك مجرد شراشف تستر حتى لا ينكشفوا للعراء، هناك أشولة طحين خيطها النساء عشان تعملها ساتر، معروف بالشوادر بمعنى. مش الكل معه إنه يجيب خشب ويجيب خيام ويشتري خيام ويشتري شوادر. لوح الخشب 45 شيكل، الشادر قديش حقه؟ لما نزح الناس ما معها هذه الإمكانيات، فكل حسب قدرته. من استطاع أن يشتري أشول تطحين شوال باثنين شيكل عشان بس يخيطهم في بعض ويزل، وهذا هذا إيواء. هل هذا إيواء؟ هل هذه حياة؟ ممكن يعيش إنسان؟ هل ممكن إنسان في أي امرأة في دول العالم تستطيع العيش في هيك حياة وفي هذا المكان في الشارع؟ انكشف ستر النساء، النساء تغسل في الشارع أو تطبخ في الشارع أو تنشر أوعيها بالشارع وبتخبز بالشارع. ما نتعرض يعني بالتأكيد أستاذي صفاء، يعني النساء ومن جربنا النزوح وواجهنا كارثة النزوح كما تفضلتي أكثر من مرة، بالتأكيد يعني الصعوبات تتزايد والضغوط تتزايد عليهن، لا سيما في ظل استمرار العدوان بداية على قطاع غزة وانسداد الأفق السياسي، وأيضا عدم وجود أي مكان آمن في قطاع غزة لتتواجد فيه الأسر ولتحتمي ولتأوي إليه الأسر بكافة مكوناتها. الأطفال تحديدا والنساء تكبدن الكثير في حرب الإبادة المستمرة الطاحنة على أرض قطاع غزة. كم لم يتكبدوا معاناة فقط، لكن تكبدوا أعراض صحية وأعراض نفسية. حمام يكون لمئة ألف واحد، تصحى من الفجر عشان تصب دور على حمام يستخدم كم مئة واحد هذا الحمام، هذا مرض بحت. عدم وجود الأشياء، توفير الأدوات الصحية أو المستلزمات الصحية الخاصة بالنساء، هذا مرض بحت، جاب لهم الأمراض في 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 خصوصياتهم، في أجسادهم، في شعورهم، في هذا كله. ليس فقط بس يعني لم نكتفي بالمعاناة، ولكن أيضا بما ستجنيه المرأة حتى ما بعد الحرب. نعم.
من أمراض. يعني أنت تروح على حمام تستنى ساعتين ثلاثة ليجيك الدور بعد 60,000 واحد. وهنا أنا كانت لي زميلة اضطرت على أنه في الليل صعب أنها تودي بناتها على حمام بعيد، فكانت تضطر أنه نظام الأسطولة والرمل إحنا في أي عصر؟ تتحدثي أستاذي صفاء في مسألة مهمة جدا، بأنه من سينجو من الحرب لن ينجو من آثار الحرب بعد انتهاء الحرب، وتتحدثي عن الارتدادات وانعكاسات بالتأكيد ستكون جد خطيرة على مستويات مختلفة، صحية ونفسية واجتماعية واقتصادية وما إلى ذلك. الحوامل بغزة بتعرضوا لظروف صعبة، الصعوبة في الولادة وخوفهم من الولادة دون تخدير. أنا ما كان معي في العمارة سيدة حامل على وشك ولادة بتقول لي صحيح يا أستاذ صفاء أنهم بولدوا بدون تخدير، طب لو أنا صار لي قيصري هل ممكن يحطوني بدون تخدير؟ طب أنا كيف بدي أولد؟ طب يعني رعب رعب في كل مناحي الحياة، في كل مناحي الحياة المرأة بتعيش رب. وبنتحدث عن قانون دولي وقانون إنساني وين حقوق المرأة وحقوق الطفل في هذا في القانون الدولي؟ لماذا لا يطبق في فلسطين وعلى نساء فلسطين وعلى أطفال فلسطين وعلى شعب فلسطين؟ لماذا لا يرى العالم هذا كل هذا الانتهاك اللي إحنا نتعرض له؟ ما بيشوفوا الناس؟ ما بيشوفوا هذا العالم؟ الخيمة ما يقال مراكز، حتى مراكز الإيواء، مراكز الإيواء لا تقيك من البرد ولا تحميك من الحر، الخيمة عبارة عن نار فرن ملتهب. عندما جاءت موجب حر الناس كلها صارت تنزف دم. نعم، تحولت الخيام إلى أفلام في أكياس اللي هي الزراعة هذه الزراعة البلاستيكية. نعم. حمامات. نعم، تحولت تماما الخيام إلى أفران، نستطيع أن نقول ذلك. طيب في الجزئية الأخيرة في حديثنا أستاذ صفاء، يعني وأدرك تماما وأنوه طبعا لعموم المتابعين الكرام بأنه يعني أنت جربتي وعشتي تجربة النزوح قسرا من رفح تسع مرات الأخيرة قسرا من رفح إلى مناطق إلى منطقة وسط قطاع غزة. إن تكرمتي أستاذي صفاء أن تحدثين عن هذه التجربة وعن قسوتها كما فهمت وعلمت منك وظروفها وحيثياتها القاسية. أي تجربة فيهم من التسع؟ الأخيرة من رفح قسرا إلى وسط قطاع غزة. وأنوه إلى أن الأستاذة صفاء حسنات تتواجد الآن في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ويتعرض لقصف إسرائيلي في هذه الأثناء. النزوح الأخير حبيبتي، أنا في كل نزوح أخرج من بين النار، وربنا سبحانه وتعالى كان معي ومع أولادي، يمكن لأني أنا أم وأرملة على بناتي ثلاثة وولد. آخر نزوح إحنا كنا دائما يعني رغم أنه كان في قصف في رفح أو رغم أنه كان في كذا، لكن كان دائما وسائل الإعلام والحديث السياسي أنه رفح قد تحتاج إلى وقت لإخلاءها من 3 أسابيع لشهر، أنه حيتم توفير مراكز إيواء للناس وحيتعرضوا حينقلوا مثلا مجموعات سكنية. لم نتوقع يوم من الأيام أن يكون إخلاء منطقتي الشرقية اللي كنت فيها أنا في رفح بهذه الثورة. خلال ساعتين ما كان في أي شخص في المنطقة. أنا تفاجأت الساعة 6:30 الصبح بفتح الأخبار كالعادة، أجد أنه أفخاي كاتب أنه إخلاء المنطقة الشرقية ومحدد البلوكات، وطبعا إحنا حي التنور كنا في طليعة هذه التهديد. اضطريت أني أقوم بسرعة، بدي أحاول ألم أصحي أولادي، أقوم ألملم أغراضنا. فالولاد قاموا بالفزع، طبعا إحنا في هذا كله تحت الضرب. يعني القصف كان عنيف بشكل لا يخيل، وكان الهدف منه تهجير الناس بشكل أسرع. فجأة صارت الطائرات بتنزل منشورات إنه بالإخلاء. ما في ساعة كان سريع في المنطقة، أبلغنا بالإخلاء السريع جدا. طبعا ناس كثير اللي راحت تودي كبار السن. أنا معي كان معي في المنزل في الطابق الأول سيدة عندها كسر بالحوض، وحاج أيضا مريض وما بيقدرش يمشي على رجل. طب كيف بدهم ينقلوهم؟ فقالوا ننقل، والحامل اللي حدثتك عنها مسبقا فقالوا ننقل الحامل والمريض والمكسور في الأول وبعدين نيجي ناخذ أغراض. اللي راح المرة الأولى ما قدرش يرجع المرة الثانية.
من ضراوة القصف الجوي والمدفعية والحزمة النارية كانت بشكل مهول. أنا قعدت أنتظر لما قبل العصر، وأنا أنتظر أي أحد يعمل لي إخلاء من المنطقة. خفت على أولادي إنه إحنا نطلع على الشارع تحت هذا القصف، وفي نفس الوقت نزلت مناشدات يا عمي إنه بس طلعونا. كلمت الصليب يا عمي طلعنا، يقول لنا لا اطلعوا لحالكم، اطلعوا يعني امشوا مع الناس. استنيت طبعا مواصلات، ما في مواصلات، ما في شحنيات، ما في مواصلات تأخذنا، إلى أن ربنا طلع لأولادي وكنا تحت الضرب صراخ الأطفال. أصعب شيء تكوني أنت صاحبة القرار، أنت الأب والأم، كل الأنظار متجهة لك أنك أنت الخلاص بإيدك وأنت صاحبة القرار. فكنت أنا في حالة من الألم أنه أنا خايفة أطلع وأكون قضيت على عائلتي، وخايفة أضل وأكون برضو قضيت على عائلتي. لو أنا لحالي مش مشكلة، لكن أنا في رقبتي هدول الأطفال. فالحمد لله لحد ما ربنا سخر لي صاحب سيارة قال لي احنا هخليكي. أخلانا وإحنا ماشيين، الضرب شغال وإحنا ماشيين الناس بتجري بلا وعي، مضروبة على راسها لأنها ما أخذت فرصة، ما أخذت فرصة حتى تفهم شو بيصير، ما أخذت فرصة أنها تعرف شو بدها تأخذ من بيوتها. الناس اللي نزلت أغراض من بيتها وتركتها تحت عشان تجيب سيارة ما رجعت إلها أصلاً. يعني الناس تمشي في الشوارع بس دموع عليها نازلة وعم تركض، لا في سيارات لا في مواصلات. واجهت حجة كبيرة بالعمر فوق 85 سنة، شايلة بؤجة هيك وماشية تبكي. فأنا حتى وأنا بجي بقول لها يا حجة مالك، تقول لي بدي أنزح بدي أروح بس مش عارفة وين. قلت لها يا حجة كلنا مش عارفين وين. نعم، هذا وهو السؤال وهو بالتأكيد السؤال حدوين. وهو بالتأكيد أنه منطقة الغرب نعم. مكتظة ما فيها تحط نعم. خيام الناس نعم هي مزروعة تماما بالنازحين وبالخيام. والسؤال الأكثر تداولا ووجعا بالتأكيد لكل الأهالي في قطاع غزة هو وين نروح، لوين نروح. هذا هو سؤال. أكتفي بهذا القدر الأستاذة صفاء الحسنات يعني نعم إلى هنا أكتفي بهذا القدر الأستاذة صفاء الحسنات الصحفية من قطاع غزة وعضو لجنة المرأة في نقابة الصحفيين. شكرا جزيلا لك، كوني دائما بخير، حماك الخالق المولى، أنت وأفراد أسرتك جميعا، كل الأهل والأحبة في قطاع غزة.